يا بلادي حبك مبغالي وعليك ولا ما يغلى غالي فعيونك انتي نشوف بويا وامي وحبيبتي. هي مشكلة الوحيدة مشكلة سلاح بس. انتوا مسؤولية تكلموا مع الشعب كده يوضحوا الرأي للشعب. نبوا الاستقرار والامان. شباب ما حصلوش اي فرصة اللي قاعدين يدوروا قاعدين في الجبهات. هي فرصة. الوزير جديد بده يتفاعل ويحط القوانين والدستور. انزل للشارع يا راجل، انزل لوطة للشارع فكك من الكراسي يا راجل. أولى أهم حاجة التعليم والصحة يعني في البلاد. نشوف طفلي بكرة وضحكة بنتي وتراب جدودي الغوالي. يا بلادي حبك موال. اكثر من حاجه واحده ما نبيهاش هي العدل والمساواه. مش معقوله ان في سلاح موجود يجيبوا راجل الي من اليابان يشلدها. قاعدين هي اصلا ما في شيء ثاني تغير. النظام بتاعي 17 فبراير عاوز نظام ديمقراطي، نظام عادل اسلامي ديمقراطي. بالنسبه للشعب الليبي يعني كافح وناضل من اجل الديمقراطيه. ولادي هم 17 فبراير. نظام البرلماني افضل. انا نحب واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مع فصل الدين على السياسه. حبيبي ما معمر بنية على الكذب، هذا ماش نبوته، نبو الصدق. 17 فبراير الله اكبر. اتمنى لهالعالم انهم يقبلوا على مرحله البناء ونطوي صفحه الماضي ونمشي الى المستقبل الجميل. يلا نبنوها وبدينا نحموها.